اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس، وهيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده هيكون في استمرار لانخفاض درجات الحراره، والطقس هيكون برد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وسط سيناء، وهيكون دافي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة على شمال الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كل الأنحاء. قبل ما نصار درجات الحرارة مشاهدينا، خلونا نروح لدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. يعني يا دكتور، بجانب الانخفاض الملحوظ اللي بتشهده البلاد اليومين دول، شفنا امبارح ان كان في سقوط امطار في محافظات عديده، منها كان في امطار غزيره في الاسكندريه وكفر الشيخ، فعايزين حضرتك تطمنينا اكتر على حاله الامطار النهارده. بالفعل يا استاذه ليندا، احنا لسه مستمرين في التقلبات الجويه وانخفاض درجات الحراره الملحوظه على كافه مناطق الجمهوريه. احنا بنتاثر طبعا بامتداد منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، بيجلب كتل هوائيه شماليه غربيه محمله بنسب كبيره جدا من بخار الميه والرطوبه العاليه، مع وجود كمان امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض، بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، وطبعا معها فرص سقوط امطار. وبالفعل الان الامطار بتسقط على محافظه الاسكندريه ومطروح، وامطار اليوم هتكون امطار متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، وقد تكون رعدية أحيانا ويتساقط معها بعض حبات البرد أيضا على اسكندرية ومطروح، بعض المناطق من البحيرة كفر الشيخ الدقهلية. أيضا الأمطار هتمتد لبعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية، تكون أمطار خفيفة المتوسطة، قد تمتد الأمطار خلال ساعات المساء خفيفة لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة. يعني في فرص لسقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى خفيفة بإذن الله خلال ساعات المساء. طيب يا دكتور، بالنسبة لحركة الرياح والبحار؟ بالفعل احنا لسه مستمرين طبعا في انخفاض درجات الحرارة مع نشاط رياح، لان كمان في نشاط رياح اليوم، سرعات رياح اليوم تكون ما بين ال 40 وال 50 كيلو متر في الساعة، فنشاط رياح اليوم هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. بالفعل شعورنا بالطقس خلال فترة النهار هيكون بارد، خلال فترات الليل الطقس هيكون شديد البرودة، يمكن يوصل لقارة البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. كمان نشاط الرياح مع طبعا تزويد احساسنا بانخفاض درجات الحرارة هيؤدي لاضطراب حركة ملاحة بحرية على البحر المتوسط، لكن طبعا هو ارتفاع الامواج مش عالي بالشكل ان هو طبعا يقدر يعمل اعاقه لحركه الملاحه البحريه، لكن ارتفاع الامواج هيكون ما بين 2 ل 2.5 متر، البحر المتوسط معتدل لمضطرب، لكن البحر الاحمر معتدل ومؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. طب يا دكتور، يوم الجمعه اللي جايه ماتش مصر والسنغال، يعني كلنا مستنيين وعايزين نطمن حاله الطقس يومها هيبقى عامل ازاي؟ طب خلينا نقول ان احنا اليوم وغدا هيبقى في نشاط لرياح هيكون مثير لبعض الرمال والاسربه اليوم على بعض المناطق، ده اليوم. غدا نفس الاجواء، لكن نشاط الرياح فقط هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. احنا طبعا بنقول نهايه موجه انخفاضات درجات الحراره هتكون الجمعه القادمه، فيوم الجمعه القادمه فرص الامطار هتقل على سواحلنا الشماليه وبعض مناطق من محافظات الوجه البحري، مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه باذن الله، لكن لسه مستمرين في انخفاض درجات الحراره، نقدر نستمتع بالماتش كلنا باذن الله، لكن هنخلي بالنا من ساعات الليل، يبقى دايما احنا لابسين اللبس الشتويه الثقيله خلال ساعات الليل، طبعا ده مع وقت الماتش، لكن ان شاء الله ما فيش اي ظواهر جويه هتاثر على يعني الاعمال الانشطه اليوميه او حتى يعني مشاهدتنا لمباراه كره القدم باذن الله. طب يا دكتور، بدايه من يوم السبت هيكون في ارتفاعات تدريجيه في درجات الحراره، بعد الارتفاعات اللي هتشهدها البلاد هل هيرجع الدرجات تاني وتنخفض بشكل تاني زي ما شفنا الايام اللي فاتت؟ هو بالفعل يمكن احنا نوهنا بالامس في نشراتنا ان احنا اعتبارا من يوم السبت القادم نبدا نشهد ارتفاع في درجات الحراره تدريجي ان شاء الله، نبدا نشهر تحسن نسبي في الاحوال الجويه، يمكن كمان ارتفاع درجات الحراره ده هيكون ملحوظ مع نهايات الاسبوع المقبل ان شاء الله، فلسه مستمرين ان شاء الله على مدار الاسبوع القادم في ارتفاعات في درجات الحراره والاجواء الدافئه والمائله للحراره خلال فتره النهار. التحذير هيكون هنا من فترات الليل، لان دايما فترات الليل هتظل الاجواء فيها بارده او شديده في البروده. طبعا ان شاء الله مع شهر ابريل هتبدا درجات الحراره ترتفع،
وتكون توصل للمعدلات، لكن وارد جدا الفتره الاولى من فصل الربيع بيحصل فيها دايما تقلبات جويه حاده وسريعه، فوارد يحصل فيها تقلبات بين ارتفاع وانخفاض في الحراره، لكن ان شاء الله مش هنرجع لمعدلات اللي احنا كنا بنشهدها خلال هذه الايام. شكرا يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نستعرض مع بعض درجات الحراره المتوقعه وهنبتديها من القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 17 والصغرى بتسجل 8، الاسكندريه العظمى 15 والصغرى 11، مرسى مطروح العظمى 14 والصغرى 9، سيوه العظمى 16 والصغرى 8، بورسعيد العظمى 16 والصغرى 10، دمياط العظمى 15 والصغرى 11، الاسماعيليه العظمى 18 والصغرى 8، السويس العظمى 17 والصغرى بتسجل 9. هنروح للعريش العظمى فيها 16 والصغرى 9، سان كاترين العظمى 13 والصغرى 3، طابق العظمى 17 والصغرى 12، شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 13، الغردقه العظمى كمان 22 والصغرى 14، الفيوم العظمى 17 والصغرى 8، بني سويف العظمى 17 والصغرى بتسجل 8، المنيا العظمى 18 والصغرى بتسجل 7. هنروح لاسيوط العظمى فيها 19 والصغرى 7، سوهاج العظمى 19 والصغرى 8، قنا العظمى 21 والصغرى 10، الأقصر العظمى 22 والصغرى 11، أسوان العظمى 23 والصغرى 12، الوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 9، شلاتين العظمى 25 والصغرى 13، وأخيرا حلايب العظمى 22 والصغرى بتسجل 14. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وبسنت عشان يكملوا بقية فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ليندا.